إذن مشاهدينا تفاصيل أكثر حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس. أسعد باستضافة السيد إسماعيل خلف الله، خبير في العلاقات الدولية، يلتحق بنا من العاصمة الفرنسية باريس. مساء الخير سيدي، أهلا بكم وشكرا على قبولكم دعوتنا. مرحبا أستاذ، تحية لك وللسادة المشاهدين. إذن سيدي، هذه العودة، عودة نشاط سفير الجزائر إلى باريس، جاءت عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام جون إيف لودريان إلى الجزائر. ربما ما هي قراءتكم لهذا التحرك من الجانب الجزائري عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام؟ هو معروف يعني كما قلناه في السابق، وقلنا بأن العلاقة بين الجزائر وباريس علاقة خاصة وعلاقة معقدة وعلاقة لها الكثير من الخصوصيات، لا يمكن أن تتشابه مع علاقات مع عواصم أخرى، هذا لأسباب عديدة ربما الوقت لا يكفي لتوضيحها. نقول بأن الآن، وربما كنا مع بعض يا أستاذ في عندما كانت زيارة لودريون منذ 3 أسابيع تقريبا، وتكلمنا في الموضوع على أساس أن عودة العلاقات بين الجزائر وباريس حتمية وتفرض نفسها، قلت لتشابك المصالح، لتداخل المصالح، للعلاقات المتميزة، للإرث التاريخي، لأسباب كثيرة، وأيضا للجالية المقدرة بأكثر من تقريبا 6 ملايين أو أكثر من الجزائريين المقيمين في فرنسا. هذا كلها تدعو، وفوق هذا أيضا المصالح المشتركة التي تربط البلدين في العديد من النواحي، سواء ما تعلق بالجانب الأمني، ما تعلق بالجانب الاقتصادي، بالجانب الدبلوماسي، بملفات تربط الجزائر بباريس، كلها يعني ملفات متداخلة متشابكة تدعو أن تكون هذه العلاقة، أن تستمر هذه العلاقة، لكن هناك شروط يجب أن توضح. وربما أن الموقف الجزائري الأخير كان عند هذا التوضيح، توضيح هذه الشروط والخطوط التي يجب أن لا تتجاوز، أن يتجاوزها الطرف الفرنسي، خاصة ما تعلق بتلك التصريحات التي خدشت والتي ضربت وطعنت في تاريخ الجزائر. ربما هذا الموقف الذي سجلته الجزائر، المعروف بأنها سحبت سفيرها من باريس وقامت بتوقيف الطيران العسكري ومروره بالأجواء الجوية الجزائرية، هذه المواقف، وربما أيضا المواقف من الجانب التجاري، أنها هناك عقود عديدة لم تجدد لشركات ومستثمرين فرنسيين، كلها كانت كرد فعل على أن الجزائر اليوم تريد أن تقول لباريس أن علاقة يعني هذا علاقة الند بالند، العلاقة رابح رابح، علاقة يعني كل دولة تحسب لها قيمتها وسيادتها. جميل. نعم. جميل. أستاذ إسماعيل خلف الله، أيضا ربما شفنا خلال بحر الأيام الماضية أن الجهات الفرنسية أيضا بادرت إلى رفع السرية جزئيا على أرشيف قبل 15 سنة من الأجال. ربما هذه أيضا الخطوة هل تأتي كربما ردة فعل أيضا فرنسية من أجل إرضاء الجانب الجزائري، وربما استمالة هذا الملف الذي يعتبر حجرة أساس، أو ربما الذي اليوم يعني سبب إشكال أو سبب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس؟ يعني في الحقيقة نحن قلنا دائما أن باريس أو فرنسا أو السلطة الإليزي اليوم كما هو معلوم على ما تشهده الساحة السياسية الفرنسية من مقربة من انتخابات رئاسية، ربما إيمانويل ماكرون سيكون من بين المنافسين لدخول الإليزي من جديد، أيضا بأن استلام فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية العام، الملفات العالقة والمتشابكة التي تحتاجها باريس، تحتاج الجزائر فيها، فكل هذه الملفات أعتقد أن الساسة الفرنسيون أو ماكرون محيطه يريد أن يعجل
بإعادة بعث العلاقة من جديد، ويعني تذليل هذه العقبات وهذا الجليد وإذابة هذا الجليد. فربما اللقاء الأخير الذي جمع بين لودريون والمسؤولين الجزائريين كان يصب في هذا، وربما أن الخطوة الأخيرة اللي تمثلت في الإفصاح والكشف عن بعض الأرشيف الذي نعتبره جزئية من الأرشيف، من فترة ربما فترة يعني لا نسميها أنها حقبة، فترة بسيطة يعني من 54 ل 66 في جانب معين، كلها عبارة عن خطوات هي تمثل وتذلل هذه العقبات وتريد يعني تبعث أو تدفع بالعلاقة بأن تتواصل. نحن نقول دائما أن يجب العلاقة بين الجزائر وباريس يجب أن لا تكون رهينة للملف التاريخي وملف الذاكرة، لكن لا يكون يعني نحن نقول بأن يجب معالجة الملف بالموازاة مع الملفات الأخرى. يجب أن يكون الطرف الجزائري، ربما تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، قلنا بأن الجزائر تملك، الطرف الجزائري يملك أوراق ضغط قوية يمكن أن يفاوض بها مع الطرف الجزائري، والمصالح المشتركة يجب أن لا تتوقف. نحن نعلم أن الجزائر لها مصالح مع مصالح سواء ما تعلق بالجانب الاقتصادي أو بجوانب أخرى، فرنسا أيضا لها مصالح كثيرة مع الطرف الجزائري، وربما هذه المصالح تدعو بأن العلاقة تستمر على شرط، وهذا الشرط الذي يجب أن نذكر به دائما، أن تكون العلاقة ند للند، وتكون لا تكون على حساب مسح التاريخ ومسح الذاكرة وتجاوز الذاكرة مباشرة بدون اعتراف، بدون تعويض، وبدون إفصاح عن الأرشيف الحقيقي وعلى الخرائط التي ما زالت في الحقيقة، ما زالت هذه الخرائط التي ما زالت تحصد الأرواح، هذه الخرائط سواء ما تعلق بالنفايات، نفايات التجارب النووية، أو ما تعلق بالألغام الموجودة ما زالت على حدودنا الشرقية والغربية. فكلها في الحقيقة هذه الملفات يجب أن تعالج، بالمقابل يجب أن تكون هناك معاملة تجارية سياسية دبلوماسية محترمة بين الطرفين، وأن لا تكون رهينة لملف الذاكرة. جميل جدا. ربما سيدي في الشأن الداخلي الفرنسي ربما شفنا أنه أصوات اليمين المتطرف تعالت أيضا وغدت ربما الأزمة الدبلوماسية التي سادت بين الجزائر وباريس. في رأيكم هل سيكون لليمين المتطرف في فرنسا تأثير مستقبلا على العلاقات بين البلدين؟ اليمين المتطرف دائما يناور بورقة أن الطرف الجزائري وخاصة ما تعلق بالجالية الجزائرية هو دائما يهاجم الطرف الجزائري، ولاحظنا أن الأقطاب اليمين المتطرف عندما خرج الجزائريون في التعبير عن الفرحة والتي تلت فوز الجزائر بكأس العرب، كيف كان هؤلاء الساسة ووجهوا سهامهم لهذه الجالية، وحقيقة هي ورقة انتخابية هم يستعملون هذا. لكن في اعتقادي أن هذا التيار إذا استلم السلطة فلا يمكن له أن يبقى في هذا في ممارسة هذه السياسة، لأنه سيصطدم بالواقع، لأن الطرف الجزائري طرف مهم للطرف الفرنسي. هذا الذي نؤكده للطرف الجزائري على أن الجزائر فرنسا تبقى دائما تحتاج الطرف الجزائري. فمهما الآن عندما لاحظنا وربما قلنا هذا أيضا على أن تصريحات ماكرون ربما تنطلق من هذا، لأنها ربما أحست بأن الطرف الجزائري بدأ يدخل منافسين تجاريين اقتصاديين دبلوماسيين عسكريين أمنيين مع الطرف الفرنسي، وهذا ربما الذي عبرت عنه السياسة الفرنسية عن طريق التصريحات الأخيرة التي قلت أنها خدشت وأنها سممت العلاقة بين الجزائر وباريس. الآن اليمين المتطرف سيعلق على هذا، ولكن تعليقه سيستعمل كورقة انتخابية ضد منافسه. نتكلم على أن ماكرون اليوم هو منافس لهذا الطرف، رغم أن ماكرون
اليوم أصبح يعرض نفسه على أنه لسان من ألسنة هذا التيار، وربما وأيضا يذهب إلى استقطاب من الناخب الفرنسي الذي دائما يصوت لهذا التيار. واضح جدا أستاذ إسماعيل خلف الله، خبير في العلاقات الدولية، كنت ضيفي مساء اليوم من باريس، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.